بدأت الإشباكات صباح اليوم بعد دقائق فقط من نهاية الهدنة عند السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم. تركزت الإشباكات في البداية في مناطق في الشمال البحري، هي مواقع لقوات الدعم السريع تمقصة من منطقة كردي العسكرية بشمال أمدرمان. بعد ذلك كانت هنالك أيضا بتزامن مع تلك مع ذلك القصف اشتباكات على جسر الحلفاية الذي يربط بين مدينتي أمدرمان والخرطوم بحري. بعد ذلك اندلعت اشتباكات متعددة في الخرطوم، مدينة الخرطوم، في محيط القيادة العامة، في أحياء بري، في شرق النيل، منطقة شرق النيل أيضا تمتد على مساحات واسعة، هنالك اشتباكات وقصف مدفعي أيضا في منطقة أو حي الحاجوسف الذي يقع في منطقة شرق النيل. هنالك شهود عيان يتحدثون عن سقوط قذائف في بعض المنازل وحديث عن قتلى وجرحى. هنالك شهود عيان أيضا يتحدثون عن إصابات بالرصاص الطائش لبعض المواطنين، ما يدل على يعني عمليات اشتباكات على الأرض بين المشاة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. إذن بعد هذه الهدنة التي امتدت ليوم واحد عادت وتيرة الاشتباكات بصورة أكثر حدة ومنتشرة في مناطق. طيب يا سهام، هو الجيش السوداني بث مقطع فيديو لجسر الحلفاية شمال العاصمة الخرطوم، أولا ما الهدف من بث هذا الفيديو؟ هل من زاوية بسط القبضة والسيطرة بعد المعركة الطاحنة بين الجانبين هناك؟ أم له دلالة أخرى؟ نعم، أن يبث الجيش السوداني هذا المقطع ذلك يعني أنه يعني كما ورد في الأخبار وكما قال هنالك اشتباكات جرت على جسر الحلفاية الذي يربط كما قلنا بين أمدرمان، شمال أمدرمان والشمال البحري. ذلك يعني أنه استطاع التغلب على عناصر الدعم السريع الموجودة على الجسر. طبعا هي عناصر الدعم السريع كانت تسيطر على جزء أجزاء كبيرة من الجسر الذي يمتد يعني بصورة من أطول الجسور النيلية الموجودة في الخرطوم. كانت قوات الدعم السريع تسيطر على أجزاء كبيرة منه، خاصة مدخل الجسر من جهة الخرطوم بحري، لأن قوات الدعم السريع توجد في تلك المنطقة وتسيطر كما قلنا على مصفاة الجيلي للبترول. إذن الجيش السوداني يبدو أنه نجح في يعني مطاردة عناصر الدعم السريع والسيطرة على الجسر حتى الآن.